تعرفش الاوكلوزا تلين بارالل بوردر؟ شايفين ان الاوكلوزا تلين بارالل بوردر ده معروف. الجات ليه كده طلع؟ طب ده سكراتش. سكراتش بقى. كل البنات اللي ضوافرها طويله بتجيب لي الحمد لله افلام بالموضوع ده. كلير؟ اه والله. لسه امبارح بنت كل افلامها بقول لها وريني ضوافرك اهي، ولا هنطولها ضوافرها. خلاص احنا شغلانتنا ما ينفعش معاها تطويل الموبايل. طب هنا؟ هذا حلقة ولا ايه؟ هو النيزل بيرسينج بتحط كده صح؟ وين ها دكتورة؟ اه اوكي. وردة اهو. شايفينه؟ ده اكيد مش اناتومي يا عم مريم. طب هنا؟ بلورد ايمج يعني ايه؟ صورة؟ مهزوزة. طيب هنا؟ وين؟ يبقى هنا الفيلم ده ايه؟ مصورين البريمولر بالطول زي ما كتير جابوا لي الانتيريرز متصوره بالعرض. غلط. الانتيريرز بالطول والبوستيريور بالعرض. ده سببه، ده ايه المشكله؟ لا سببه ايه؟ انحرق اكسبوجر تو لايت. تعرف الضوء ايه؟ خلاص بقى عرفنا الاسم ده سببه. طب الابيض محمد ليه ما بتصورش المكنه؟ ما طلعتش اشعه وبتحصل في ناس حصل معاها كده؟ او حطيناه فين؟ فيكسر قبل دبل. حطيناه فيكسر قبل دبل. حلو الفوازير دي؟ هنا بقى ده سيبكم منه. هنا شورت كده. هنا ومش كده. ده بتاع صبار ده دكتور. ايش السبب؟ ما طلع لي انا، بس ايش السبب؟ Under fixation, improper washing and solution fixation. هو ده السبب. او ان احنا بنستخدم احواض الشعر الصباحيه يعني كلها في اتجاه ان هو under fixing improper washing. حلو الكلام؟ لو جاتكم ريديوجراف زي ده في الامتحان قلت لكم اعملوا لي استيميشن للبريدونتال كونديشن هتقولوا لي ايه؟ استيميشن للبريدونتال كونديشن هنا اولا بيبقى في عندنا لوكال بريديسبوزنج فاكتور اللي هو الاوفر هانجنج اب. عندنا البولر هنا قد ايه؟ مايلد ولا مودريت ولا سيفير؟ مودريت كتير. ريليتد لويتش بوت؟ الفيزيا بتاع فيرتيكال ولا هوريزونتال؟ فيرتيكال. واضح؟ ده ابر ولا لور؟ ده بتاع ده رايت ولا ليفت؟ ليفت. متفقين؟ احنا كده خلصنا الفيجن. حد عنده اي سؤال؟ بتحرمينا في اوفر هانجنج يعني انا في ديفكت في الريستوريشن هل دي ممكن تلاقي الكرنت كارثة؟ خلاص طبعا شايف الريستوريشن كلها شكلها مش مظبوط. هنا ده سيرفايكال بيرن اوت. واضح؟